میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روضہ جنت میں پہنچا جس جام مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے الم جھلتا ہی گیا جھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا طائف کی وادی میں فهي درج الخير وتحب القرب من ربها ومولاها وتحن إلى منازلها الأولى التي تجد فيها روحها وربيعها وهواها وتضرب لداعين كما تضرب العيس لحادي سراها فكم من عين بهدت جفافها انهرت فيه سحائبها وقلوب صلدة لانت فيه بهد قسوتها ونفوس نائية عن ربها دنت وألسن طال لغوها في الباطل فلجت فيه بالخير ونطقت وجوارح عقلت عن الصالحات فأطلقت الصوم مدرسة من مدارس الإيمان ومعراج إلى منزلة الإحسان قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك لأنه سر العبد سر بين العبد وربه لا يطلع أضافها لنفسه لذلك المعنى اللطيف والمقصد الشريف فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي فهو يدع طعامه وشرابه وشهوته عبودية لربه ومراقبة لمولاه فلا يساوي شهواته ولو غابت عنه عيون صلاته نسيم صبا نجد متى جئت حاملا تحيتهم فاطوي الحديث عن الرب حتى تشع في انحائها انوار القران وتنطلق في حناياها اسرار الايمان وحقيق بالعبد ان يشكر الله جل وتقدس على تلك المنن كما اشار جل شانه لذلك في ختام الايه اشاره رقيقه اللحظ دقيقه اللفظ فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وعصمنا من كل بدعة ووقانا شر كل فتنة وجعل تقواه لنا عدة وذخيرة وجنة أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم فاستغفروه
إنه كان غفورا رحيما. فلله الحمد والثناء المسبغ جزيل الأطاء وجليل الآلاء، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين والأنبياء وسيد العابدين والحنفاء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الخيرة الأصفياء. أما بعد، فيا معشر المؤمنين والمؤمنات، إنما يخترج في قلب المؤمن ويعترج في باطنه من النية له أثر عظيم، له أثر عظيم في صلاح المرء واستقامة جوارحه وأعماله وسلوكه مع الخلق والخالق. فالجوارح مرآة القلب وجلاؤه صلاح النية، إنها مطية المؤمن وراحلته في السير إلى ربه. وشهر رمضان موسم تتجلى فيه أعمال القلوب، وتتطاول منازل الأعمال، وتتفاضل بحسب ما قام بالقلب من معاني الصدق والإخلاص ومراقبة الله جل شانه. وتأملوا معي ارتباط العمل في شهر رمضان بصلاح الطوية وإخلاص النية، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوقف مع قلبك أيها المؤمن وقفة تزكية ومراقبة، وأشعل جدوة العزم على العودة إلى الله مثبتا، ولا يفلن سيف عزمك صوارف السير وقواطع الطريق. فإن العزم بصدق القصد لراحلة القلب بمنزلة الحادي، واتباع السنة في إصابة مراد الله بمثابة الهادي. فحث راحلتك بسياط العزم في المسير، فلم يبق على حظ الرحال إلا اليسير. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذا اليوم من الأيام تندب فيه كثرة الصلاة والسلام على خير الخلق والأنام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد، صلاة وسلاما إلى يوم الدين. اللهم وارضى عن الصحابة أجمعين والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير ومغفرة وقربى لديك. اللهم اجعل شهر عز وتمكين لهذه البلاد ولبلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا محفوظا يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم وفقهما لما فيه خير العباد والبلاد، ولما فيه عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. عباد الله، استنزلوا فضل ربكم بشكره، واحفظوا نعمته باتباع أمره، والهجوا بدعائه وذكره. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نماز جمعہ کے بعد راش دیکھیں، ماشاءاللہ سامنے بابو السلام ہے، good.